تصدقوا ان هذا الادمي ساكن داخل الشجره هذا، والله انه ما غرفه نوم داخل الشجره هذا. صاحب الدكان خرجه من الدكان لانه ما قدرش يدفع حق الايجار بسبب الرجال يعني شغل عقله. طلع على الغرفه يعني وسكن هنا وسكن في هذه الشجره. ايوه هيك طلع. تغير مستقبلك. مساك عبد الحق. وش نصور طالع؟ ما يصور لك داخل. غرفتنا سروينا العسل حقك. واو غرفه وحركاته. يا حبيشي وين نام؟ او يا ساتر. حقي بس كذي. وين الدرجة؟ يلا صنصي. لا ولد والله اني قوة. تدخل من هنا. الله. وهذه الغرفة. هيا امسك التلفون. ايوه خليني اطلع لعندك. والله انك عقل والله. طبعا هذا الشجرة في الشارع. وطلع من هنا. اصبر تطلع من الشجرة الى الغرفة. وهذا الاخ احمد الحبيشي مخزن ما شاء الله طاقة يا ولد وحركاتها وكهرباء بعيد عن الإيجارات وبعيد عن مشاكل المأجرين وبعيد عن وجع الراس. بالله مرتاح يا أحمد هنا؟ ها؟ مرتاح؟ الله يوفقك. الحين كيف ننزل؟ يا عبد الله والله اني غرفه عالميه طالع ساكن طالع.